سلامة. هنوصل امتى؟ 10 دقايق يا استاذ. في اصلا 10 دقايق امتى؟ انت بقالك 6 ساعات لحد ما جيت هنا. موبايل بيرن يا استاذ. الو، ايوه مين؟ الله يخليك، مين معايا؟ مين معايا؟ فين ايه؟ مين معايا؟ سيف؟ ايوه يا سيف، الله يخليك يا حبيبي. في حاجة؟ طيب ماشي ماشي يا حبيبي ماشي، بس انا في شغل دلوقتي. معلش معلش يا ابن حازم، يخرب بيتك. لا ده انت حكاية، انت مش معقول ابدا، مش معقول يا ابن ال يا ابن ال. وقف العربية. بص بص، وقف العربية يا ريس. العربية بتنطش مني، مش عارف في ايه. لمبة التشيك. ايه لمبة التشيك دي؟ ما تشوفها، ما تشوف يا ابني في ايه. خلي بالك من العربية اللي قدامك دي. ربنا يستر يا استاذ، ربنا يستر. لا لا لا، في نتشة كده عندي غريبة، مش عارف في ايه هي. نتشة ايه يا ابني؟ العربية بتنتش مني. العربية ايه يا ابني؟ ايه يا ابني ده؟ بتنتش مني، مش عارف. مش عارف تسوق العربية. لمبة نورت. ايه ازاي تدوك العربية دي؟ ازاي يدوك تسوق عربية؟ ازاي تجيب؟ انت بتجيب الناس فين؟ بتوصل الناس ازاي انت؟ أساس يا استاذ يا ابني. وقف العربية يا ابني. وقف العربية. وقف العربية. وقف العربية يا ابني. وقف العربية. انت هتجنني. وقف العربية بقول لك. وقف العربية يا استاذ. عرفت تنتش يا استاذ؟ يا استاذ عبد الله عرفت تنتش؟ بقول لك وقف العربية. الحمد لله على السلامة يا استاذ. الساحل اهو، المايه جميلة اهو، الساحل الشمالي والمايه جميلة. انت يا ابني بارد؟ انت في ايه يا ابني؟ بص جمال البحر، بص جمال الطبيعة. يخرب بيتك، يخرب بيتك على برودك، يخرب بيتك. يا ابني بتهدي في ايه؟ لمبة البنزين يا استاذ. مالها؟ ايش؟ ها؟ ايه ما فيهاش بنزين؟ مش عارف في ايه، مش فلوس واحد فين، مش عارف. فلوس ايه؟ عايز ايه يا ابني؟ عايز ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز ايه يا ابني؟ قول. الفلوس ثواني يا استاذ عبد الله. ايه الاصطباع اللي احنا فيها دي؟ في ايه يا ابني؟ ما تتكلم. فلوس وقعت مني وانا مش عارف وقعت فين. ده ابن كلب بقى. هدوها على الفلوس. فلوس ايه يا ابني؟ الفلوس وقعت مني يا استاذ. فيها يا استاذ؟ هحط بقى بنزين يا استاذ. في بنزينه قدام هنا. نص عندك شمال يا باشا. طيب شكرا. كل مره فنان والله. الله يخليك. هيمزح لك هنا يا باشا؟ لا مفيش حاجه، مفيش حاجه. ماشي يا باشا. يا ابني حازم رجلي. ما هي مشيت العربية اهي. بس بتقطع مننا يا استاذ. في يا استاذ عايز 200 جنيه يا استاذ، عايز احط فيهم بنزين. فين البنزينة يا ابني؟ انت استاذ خدت فلوس مني يا استاذ ولا ايه؟ خدت فلوس ايه؟ استاذ كان فلوس وقعت هنا وانت عمال. انت قليل ادب يا ابني. استاذ كانت هنا الفلوس مش عارف وقعت فين يا استاذ. كان معايا فلوس يا استاذ، مش عارف وقعت فين انا. بس لما نوصل هناك. حاضر حاضر. عايز 200 جنيه بس يا استاذ احط بيهم بنزين بعد اذنك، واقوم روح الانتاج اديهم مساعدتك. لا 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 لا، انت حكايه. بعد اذنك يا استاذ عبد الله. لا انت ما تنفعش ابدا تشتغل الشغلانه دي. انت
ينفعش تشتغل ابدا كده. لو سمعت ابدا لو سمعت عايز مين اللي بعتك عشان تشتغل شغلانه زي دي؟ انا سواء من زمان اتبهدلت. سواء من زمان يا استاذ. سواء ايه وزفت ايه يا شيخ؟ انا عفريت الاسفلت يا استاذ. الناس كلها بتحسدني. انت شارب حاجه يا ابني؟ شارب حاجه؟ ابي الكلام ده يا استاذ، عايز تقطع عيشي؟ قطع عيشك؟ ده انت هتقطع عيشك فعلا. مش عارف فين البنزينه راحت. فين فين البنزينه؟ هات بس. خد 200 جنيه اهو. العربيه دي بتاخد قد ايه؟ 200؟ ده اقل واجب ده يا استاذ. اقل واجب ايه؟ العربيه بتاخد كام بنزين؟ العربيه بتاخد كام بنزين؟ اقل واجب تاخد بكتير. انا مش فاهم لغتك دي، بتاخد كتير ده يا اخو؟ اقل واجب. انت مش عارف العربيه بتاخد قد ايه بنزين؟ فين البنزين يا استاذ؟ ايه سلام ولا ايه عشان ما اخش البنزين ناس تمسكنا؟ سلام 200 جنيه سلام. اطلع عدى، انت باين عليك مجنون ابن ك. ادخل بنزينة اهي. دخلها دخلها اهو. ادخل بنزينة. مش مدي اشرب ولا 3 ايام انا. ادخل البنزينة. يا ابن حاسب. يا ابن عازب. بدخل بنزين اهو، بتنتش مني يا استاذ. في ايه؟ يخرب بيت اللي خلاك سواق. اهي يا استاذ. يخرب بيت اللي خلاك سواق. ايوه يا باشا. أنا انت بعت لي يا استاذ سواق غريب جدا. انا بقالي 7 ساعات في الشارع يا استاذ. من ثواني يا استاذ احط بنزين. مش معقول كده. انا بقالي 7 ساعات من ساعه ما طلعت من مصر. وبعدين سواق عمال مطبط. مش معقول ابدا يا استاذ مصطفى كده اللي انت بعتهولي ده. يعني انا غلبت فيه. قول لي هتقطع عيش هتقطع عيش هتقطع عيش. استاذ 5 لتر ثواني بس عشان بحط بس بنزين. خد مني 200 جنيه بيقول لي 5 لتر. سواق مع عبد الله مشرف بيمون بنزين. انا مش بقول لك ده مجنون يا استاذ. سواق مع الفنان. لفوا بقى الناحيه الثانيه. لفوا يا عبد الله. اهو سامع صوته. اهو لفوا بقى. ده فين عبد الله؟ اهو مجنون. سواق مع عبد الله مجنون. انت عايز تقعد معايا؟ يلا خش كده جنبه. يلا خش جنبه. خش الناس بتحبك موت. ايوه يا استاذ. انا مش عارف انا اوصل امتى. انا مش عارف اوصل لك امتى. مش فاهم معايا. بقول لك انت بعت لي سواق. انا مش معقول كده يا استاذ مصطفى. انا تعبت. انا عايز اروح. انا عندي شغل. الو. طيب ايه بس يا مصطفى؟ انا مش فاهم. انا يلا قول يلا قول. استاذ عبد الله اهو اهو. مجنون والله يا استاذ مصطفى. استاذ عبد الله اهو. اتفضل. ده بينزل العربيه اهو. انا يمكن هتحصل حادثه. استاذ عبد الله اهو. انا هنزل هروح البيت بعد اذنك. استاذ عبد الله اهو. جاي لك اهو. انت واقف. طيب يا استاذ مصطفى واقف. هذا العربيه واقف يا ابن العربيه. واقف يا ابن العربيه. واقف. انا